في أواخر الربيع في يلوستون بارك تنبض الحياة في هذه السهولة، ولغزال الألكا هو وقت المرعى. عجول الغزلان الصغيرة تتبع أمهاتها بحماس لتتعلم ما يجب أن يبقيها على قيد الحياة. لدبابة الجريزلي مرعى غزلان الألكا هو أفضل وقت لمطاردة عشائهم، وبمجرد رؤيتها لصغير الغزال يصعب على هذه الدببة الضخمة مقاومة غريزة الصيد. عندما يحالفها الحظ وتقترب من صغير الألكا تنطلق في سرعة عالية وقفزات متتالية لتنقض على فريستها. دبابة الجريزلي يمكنها أن تأكل كل شيء وأي شيء يقع بين أيديها، ونظامها الغذائي لا يقتصر فقط على اللحم، فهي تأكل كل شيء. لديها أسنان طاحنة تمكنها من استهلاك النباتات القوية، مخالب طويلة وقوية للحفر لتمكينها من استخراج الحشرات، الجذور وحتى المحار. دبابة الجريزلي في بحث دائم ومستمر على الطعام، أي نوع من الطعام، بالحفر، رعي العشب والصيد. معدته القوية هي ما تجعله أكثر الحيوانات شراسة وخطورة، فهي لا تهاب شيء في سبيل الحصول على الطعام. حجمها الهائل هو عامل قوة آخر، وزن دب الجريزلي هذا يصل إلى الطن. وبوجود الكثير من السمك تتضخم أحجام هذه الدببة أكثر فأكثر. لدبابة الجريزلي عودة السلمون إلى النهر تعتبر غنيمة لا مثيل لها. الصغار والكبار الكل اجتمع لصيد السمك. الأقوى يحتل المكان الأفضل للصيد في هذا النهر، ويستعملون ضخامة أجسادهم وحدة طباعهم لافتكاك ما لا يقدرون على صيده. وفي أماكن أخرى يجب على هذه الدببة أن تستعمل أساليب أخرى في الصيد. اليوم البقر الوحشي هو الفريسة، لكن بالحجم الضخم لن يكون بالصيد السهل. لكن مع الأبقار الوحشية توجد العجولة، والحل لصيدها هو تفرقتها من أمها.